أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية أنها تدرس العلاقة بين استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا والإصابة بتجلط الدم. وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة تحقق في المسألة بعد تسجيل 4 حالات بينها حالة وفاة. وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أجازت استخدام اللقاح داخل الاتحاد الأوروبي في 11 من شهر مارس الماضي. في السياق ذاته، قالت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد بيانات كافية بشأن إمكانية تبديل لقاحات كورونا من جرعة إلى أخرى. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الهيئة العليا للصحة في فرنسا أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا ولا تتجاوز أعمارهم 55 عاما ستلقون جرعتهم الثانية إما من لقاح فايزر أو موديرنا. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يتعلق بأكثر من 500,000 شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المثير للجدل. وكانت السلطات الفرنسية قد علقت استعمال لقاح أسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما بسبب صلة محتملة بين اللقاح وجلطات دموية نادرة. ينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن دكتور طلال النصولي الناطق باسم الكلية الأمريكية لأمراض الربو والمناعة وأستاذ المناعة والحساسية بجامعة جورج تاون. بروفيسور طلال، مرحبا بك. بروفيسور طلال، دعني أبدأ معك من هذا الخبر الثاني المتعلق بمسألة تبديل استخدام جرعات اللقاح ما بين نوعية وأخرى. هذا الخبر الذي يأتي من فرنسا، الهيئة العليا للصحة في فرنسا ستعطي الأشخاص لقاح فايزر بايونتك بعد الجدل الذي ثار بشأن لقاح أسترازينيكا. هل ذلك يعني ثبتت صحته في ظل تصريحات منظمة الصحة العالمية أم ماذا؟ أول شيء شكرا على الاستضافة. وبدي أوضح، أنا ما عم بحكي هلأ باسم الكلية الأمريكية للحساسية والمناعة، عم بحكي باسمي أنا. ليكي، عملية اللقاحات هذه عملية مهمة جداً. مثل ما بنعرف، خلي بس وضح شوي، الأسترازينيكا الشيء اللي صار على 25,000,000 شخص اللي أخذوا اللقاح، 25,000,000 86 شخص صار معهم جلطة، من 25,000,000 86 قليل جدا. هذه أكيد في سؤالات. ما ننسى أنه الناس اللي عم بياخدوا هاللقاح ناس كبار بالعمر اولا، وفي ناس عندهم مشاكل في الاوليه، عم نعطي مشاكل، اللي عندهم مشاكل بالدم، اللي عندهم سكري، عندهم ضغط، فهذه كمان معقول تكون عم بتاثر، بس الظاهر في عدد صغير عم بيصير في مشاكل فيهم. نحن هلا بالولايات المتحده عندنا حوالي شيء 164,000,000 شخص اخذوا اللقاحات بين الموديرنا، الفايزر بايونتك، والجونسون اند جونسون، والحمد لله لهلا ما في مشاكل. يعني بدنا نشوف على المضبوط ووضوح شو اللي عم بيصير. هلا الناس اكيد بيخافوا من الاسترازينيكا، مع انه من 25,000,000 86 شخص، هذا عدد قليل جدا جدا جدا، بس بتدلل العالم مشغول بيها، ما في شك يعني. تبعت كيف هلا اذا عندنا لقاحات كفايه ناخذهم بناخذهم. الاسترازينيكا هو لقاح كويس وفرج نتائج ممتازه وقت اللي عملوا دراسات عليها. طلعت عمليه الجلطات الخفيفه جدا، مثل ما عملوا 86 شخص على 25,000,000، بس العالم اكيد تتساءل انه اذا بدي اخذ جرعه ثانيه هي بدي اخذها. اكيد هو هذا مثل ما بنعرف نحن عندنا هذه لقاحه اللقاحات اللي عملتها انا من شيء 6 أشهر سنة عم نستعملها هون. بقى فينا اكيد الاسترازينيكا موجود هون. اذا ما بدهم ياخذوا استرازينيكا اللي هو فيكتور فاكسين، يعني بحطوا فيروس وبقلبه بحطوا دي ان اي بيروح لعنا فيهم، ياخذوا انا المستحسن ياخذوا جونسون اند جونسون لانه قريب عليه جدا، تقريبا نفس الشيء. الروسي نفس الشيء كمان، الروسي فوتوكوبي تبع استرازينيكا، تصوري فوتوكوبي يعني التصوير نفسه، وهذول الثلاثه نفس الشيء فيكتور فاكسين. الفايزر والموديرنا هذول ام ار ان اي فاكسين، حاجه ثانيه عم يعملوا، تبعت شو؟ والصيني شو عملوا؟ الصيني ضعفوا الفاكسين، ضعفوه مشان ضعفوا الفيروس وعطوا الفيروس للشخص. بقى انا بعتقد اذا عطوا البايونتك، والبايونتك هو الماني، بتعرفي لازم مساعده بالمانيا، بالمانيا باوروبا، باوروبا الحاله عاطله جدا، عندنا حوالي 6% من الناس اخذين اللقاح بالولايات المتحده،
عندنا حوالي شيء 56% من الامريكان ياخذين اللقاحات. لماذا؟ مع انه كمان باوروبا عملوا الفاكسين، عملوا البايونتك الماني، نعم، وعندك الانستيتو باستور بباريس، وعندك كل الامور المهمه موجوده في اوروبا. بعدين صار عدم التفويض وعدم الاورجانيزيشن، هذا سبب للامور هذه. والاسترازينيكا مع الاسف كانوا بدهم يعطوا هم حوالي 3 بليون فاكسينز بدهم يعطوا، كان للهند وللفلبين ولافريقيا. هلا العالم تراجعت بطريقه لانه خايفين عليها. طيب. بس انا بعتقد انه الشرفي، نعم. طيب بروفيسور طلال، يعني وفقا لما رايناه معك قبل قليل، مساله اعطاء لقاح من تركيبه مختلفه تماما، كيف يمكن ان يؤثر ذلك على الاشخاص المتلقين لهذا اللقاح؟ وما هو الاساس الذي اتخذت الهيئه العليا للصحه في فرنسا ذلك القرار بناء عليه؟ لا، مش مختلفة تماما. لحقول لك ليه، لأنه هو at the end of the day عم بيعملوا نفس الشيء. نحن وقت نعطي الموديرنا والفايزر نعطيهم المرسال تيعمل الام ار ان اي تيعمل البروتين تبع الفيروس الملعون. وقت اللي عم نعطيهم نحن الاسترازينيكا عم نعطيهم الدي ان اي بقلب الفيروس تيفوت على الخلايا تبعونا ويعمل ساعتها الام ار ان اي اللي بيعطي البروتين تبع الفيروس، مش ان احنا نعمل الاجسام مضادة. انتبهتي شو؟ يعني اخر المطاف نفس الجول عم يطلع. اخر المطاف عم نطلع بروتين تشبه البروتين تبع الفيروس الملعون، مش جهاز المناعه يعمل اجسام مضاده ضده، واذا فات علينا هالفيروس نحن نروح الفيروس. انتبهتي شو؟ هلا اكيد ما في شك نحن بامريكا اصعب منكم ومن اوروبا من اي بلد اللي كان. ما فينا نخبص من فاكسين وفاكسين، اذا ماشيين موديرنا موديرنا، اذا ماشيين فايزر فايزر، مع انه الفايزر والموديرنا نفس الشيء، ام ار ان اي فاكسين نفس الشيء على المضبوط. انتبهتي كيف؟ بس ممنوع نغير اطلاقا، يعني نحن بالمستوصف الطبي ما ممكن نغير. بس هلا نحن عم نشوف كيف بدنا نطعم هالجماعه اللي خايفين من الفاكسين، وفي الخوف تبعهم ما لازم يكون خوف كبير جدا، لانه مثل ما قلنا 86 شخص على 25 مليون اخر الستاتستكس. لهذا السبب هلا في ناس ما بدهم ياخذوه، لانه بيقولوا لي اذا انت الشخص اللي بدك تاخذه معقول يصير معك جلطه انت دكتور طلال؟ طيب لا، ممكن ما بدي اخذه، مزبوط، بس الشانس خفيف جدا. وبعد ما قدروا فسروها الاسترازينيكا، انا بعتقد حسب ما عملت دراسات هو فاكسين كويس. الشيء اللي عم بيعمل الجلطات الشيء اللي داير من دار الفاكسين، حاطين بريزرفاتيفز ومواد بريزرفاتيف له، لانه نفس التكنيك تبع الروسي سبوتنيك 5 ما عم بيصير، نفس التكنيك تبع جونسون اند جونسون، وجونسون اند جونسون ممتاز عم نستعمله يوميا بالولايات المتحده. نعم، ولكن ذلك ينقلنا الى الجزء الثاني والخبر الثاني المتعلق بوجود حالات تجلط للدم ايضا ارتبطت بلقاح جونسون اند جونسون. ما هذه ما انا بقول لك حتطلع ما لها علاقه اطلاقا، مثل ما صار بالسويد وبالنروي وقالوا الفايزر عم يقتل العالم ووقفوا الفايزر، وفعلا وقفوه بالنروي بالسويدن. وشوفي ملا كارثه هلا بالسويدن وبنوروي، عم بحكي مع طبيب من امبارح من النروي، حاله يرثى لها، المستشفيات مبتلانه، الاموات طالعه. بدنا نعرف شو عم نعمل، بدنا نعرف شو عم بيصير. ما فينا نحن نصير نتقلب اذا طلع شغلي نوقف، ما في وقت نوقف. هذا الفيروس الشيطاني ماشي بسرعه طويله عريضه، ما رح يوقف الا ما نوصل على الشيء اللي انا قلته، طريق الاستراتيجيه، التخطيط الاستراتيجي اللي عندنا اياه. نحن مثل ما قلت بدنا نعمل 60% لقاحات يا 70% لقاحات من الناس تصير عندهم مناعه. الناس اللي صار معهم كورونا فيروس مع الاسف عندهم 20% يا 25% عندهم مناعه، وصلنا على 80% مناعه، ما بدي اقول مناعه القطيع، 80% مناعه. هذه المناعه القطيع، هذا الفيروس بيختفي. هيدول السلالات اللي عم بتهددنا، اللي جاي من بريطانيا، من جنوب افريقيا، من البرازيل، بي 1 بي 2 351، بدهم يخربوا لنا بيتنا اذا تاخرنا. اذا نحن سكرنا هذه، سكرناها بسرعه، هذا الفيروس الملعون بيختفي وبنرجع على الحياه العاديه. العالم بدها ترجع على شغلها، العالم بدها تفتح الاوتيلات، المطاعم، محل السيارات. ما فينا ندل ماشيين على هالطريقه هذه، وما في اقتصاد سليم الا ما يكون في صحه سليمه. اللي بيقول لك انا بدي افتح وما بدي اخذ، هذا غلط. بدنا نظبط نحن، يكون الامور العالم اخذ كل الايميونيزيشن وننتبه حالنا ونرجع، والحياه العاديه اذا الله راد بدها ترجع. في امور بعد اكيد صعبه جدا،
انا بخاف جدا وقت بنسمع انه اوروبا 6%، شو بقى افريقيا والشرق الاوسط؟ ما عندنا ستاتستكس. الهند، الصين، ما بعرف شو عم بيصير هنيكي، انتبهت شو؟ بس بدنا نتسرع، ما فينا نوقف. نحن 4.5 مليون فاكسين يوميا في الولايات المتحده اللي هو العظيم. اجى الترامب ادمنستريشن طلع الفاكسين بسرعه مع الاستاذ الدكتور بروفيسور منصف السلاوي، ما بدنا ننسى اصله عربي، هو اللي مشى الامور. لو ما هو ما كانت مشت الامور، مش الشركات اللي مشتهم. تقول لك الحقيقه، منصف الدكتور منصف السلاوي هو اللي جاب كل الشركات، قال لهم 2 3 4 5 بدكم تطلعوا لي اياهم، مشون على المضبوط بطريقه عسكريه، انتبهت كيف؟ ومشي حالهم. شوفي اوروبا هلا كيف صارت غريبه، ان شاء الله الامور تتحسن. انا ما عتلين هم اوروبا ابدا ولا امريكا، انا عتلين هم البلاد العربيه، افريقيا، كل هالبلدان هذه، البلدان اللي عايزه. وبالحقيقه شيء بيكسر القلب، لانه استرازينيكا اوكسفورد من بريطانيا فكرت تفكير مضبوط، بدهم يبعثوا لقاحات 3 بليون لقاحات يوزعوهم على افريقيا، على الهند، على الفلبين، تنقص منها. لانه مثل ما قلت، ما في بلدان، الدنيا كلها بلد واحد، بالطيران بيروح بيجي. اذا نحن عملنا هون المناعه واجونا ناس من الفلبين واجونا ناس من الهند ومعهم الطفره الجديده، بنرجع بنقلع حلقه جديده. لازم نعجل ونتفهم على المضبوط ونشوف وزارة الصحة شو عم بتقول، وما نتفرج على الفيديوهات الغلط اللي عم تطلع على الانترنت. طيب، على الفيسبوك. بحديثك عن الطفرات الجديدة بروفيسور طلال، يعني كنت تتحدث قبل قليل عن النرويج، وتحدثت أن الأرقام في تزايد والوفيات أيضا في تزايد. الأمر ليس مرتبط بالنرويج وحدها، هل الأمر يمكن تفسيره بتلك الطفرات وتطورات؟ وهذا يضع أيضا علامة استفهام على مدى فعالية اللقاحات بما نراه الآن، جونسون أند جونسون، أسترازينيكا، سؤالك طفرات جديدة. جواب جدا كلا، لا، لأنه بتشوفي أنت بكل أوروبا 6% وصل لهم، 6% فقط وصل لهم لقاحات، معناتها أنه ما أخذين احتياطهم على المضبوط. ولهلأ الناس ما عندهم المناعة لهذا الفيروس، انتبهت كيف؟ لهذا السبب، هذا الشيء اللي سبب هالامور هذه. هلا انا بدي اوضحها، بس انه بدي اعمل شيء واضح جدا. الموديرنا، الفايزر، جونسون اند جونسون، تبعت شو، الى الان ماشيين على الطفرات الجديده اللي هي البي 117 اللي جاي من بريطانيا، اللي هي 351 جاي من جنوب افريقيا، اللي هي بي 1 بي 2 جاي من برازيل، واللي هي 426 427 429 جاي من نيويورك ومن كاليفورنيا. الى الان هالفاكسين ماشي على الطفرات الجديده، معناتها الناس لازم ياخذوا اللقاحات بطريقه سريعه. جيبوا موديرنا، جيبوا فايزر، جيبوا جونسون اند جونسون، الشيء اللي فيكم جيبوه واستعملوه تنخلص من هالكارثه الكبيره اذا الله راد. بروفيسور طلال، اعرف ان لديك موعدا وتريد الذهاب اليه، ان كان لديك من الوقت ما يخبرنا بشان الاطفال وتخفيض سن اللقاحات لاجل الاطفال سريعا اخبرنا، ان لم يكن لديك فسنسالك هذا السؤال في حلقه اخرى. مظبوط. ليكي هلا عم بيعملوا دراسات على الاولاد الصغار، لانه هذا الطفرات الجديده عم بتعلق على الاي سي اي 2 ريسبتور، هذا الانف هنا عم بتعلق عليه بطريقه سريعه جدا. الشوكات اللي عم بيطلعوا على الفيروس هذا الجديد، الطفرات الجديده بي 117 و 351، هدول عم بيعلقوا بطريقه سريعه جدا. وكمان الشباب الصغار بالعمر والاولاد اللي عمرهم يعني بين 15 16 17 18 سنه عم بيروحوا على الرياضه، كلبات الرياضه، عم يعملوا رياضه، وهذه كلها عم يتأذوا فيها. لازم يعملوا رياضه بالخارج مش بالداخل. عم بيعملوا لها دراسات، فايزر عم تعمل دراسات بين 12 و15 سنه، عطوا اللقاح، النتائج 100% فعال. وهلا بدهم يعملوا بين 9 وال 12، 6 ل 9، وحتى موديرنا وفايزر بلشوا يعملوا على البيبيز اللي عمرهم 6 اشهر، 6 مانس اوف ايج. بده يجي شوي شوي، بس بدنا ننتبه نحن، لانه الاولاد على طول جهاز المناعه بيشتغل بطريقه اسرع، بدنا نمشي بطريقه تدريجيه مثل ما بنمشي بالادويه بكل شيء. اي دواء اللي بنطلعه اول شيء بنعمل الاختبارات على البني ادم، بس اختبارات انعملت اوريدي لحالك، عملوها يعني عندك 80,000 شخص عملوا للاختبارات على الفايزر، 75,000 شخص على الموديرنا. بالماضي وقت اللي عملنا اكتشفوا لقاحات كانوا يعملوا دراسة على 5,000 شخص، تبعت كيف؟ بس هلا باعتبار الكارثة كبيرة عطوا السبورت، فاينانشال سبورت
عطوا فلوس وجابوا كثير ناس وجابوا علماء تنسرع الامور بهالطريقه هذه. طلعت هاللقاحات بطريقه سريعه وبطريقه ملموسه. نعم بس واضح. العالم ما لازم تخاف، خلي تراجع الاخبار تبعكم، انتم اخباركم ممتازه. نعم وضحت الفكره دكتور طلال الناصوري الناطق باسم الكليه الامريكيه لامراض الربو والمناعه، استاذ المناعه والحساسيه بجامعه جورج تاون، كنت معنا عبر الانترنت من واشنطن، لك جزيل الشكر. مشاهدينا المساء مستمر بعد الفاصل. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن اليوم ارتفاع ضحايا العنف في مدينة جنينة بولاية غرب دارفور إلى 137 قتيلا و221 جريحا.